بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله وخليله ومصطفاه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام وفي هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة ينعقد هذا المجلس الأسبوعي 63 بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الخميس 27 من شهر شعبان 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نتابع فيه ما وقف الحديث عنده من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، نتعلمها ونتأسى به فيها، ونستكثر في ليلتنا المباركة هذه من صلاتنا وسلامنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال فيما صح عنه: أتاني آت من عند ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات ورد عليه مثلها، صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى بنا الحديث يا كرام ليلة الجمعة الماضية في ذكر أذكار السجود، وما الذي كان يقوله نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سجد في صلاته بين يدي ربه تبارك وتعالى. وتقدمت تلك الأذكار العظيمة المباركة التي تقتل تعظيما لله وإجلالا واستغفاراً وإخباتاً وطلباً وسؤالاً وإلحاحاً. ثم انتقل المصنف رحمه الله للحديث عن الركن الذي يلي السجود، وهو الرفع منه والجلوس بين السجدتين. لكنه قبل ذلك عرج رحمه الله تعالى على مسألة فيها المفاضلة بين ركني القيام في الصلاة والسجود في الصلاة، أيهما أفضل؟ والصلاة كلها فاضلة وأركانها عظيمة، وليس التفضيل هنا يعني انتقاص شيء من أركان الصلاة أو الزهد فيه، لكنها المفاضلة بين الأمور الفاضلة وذكر المزايا والمكانة التي خص الله تعالى بها كل ركن منها. وإنما جاءت المفاضلة بين هذا الركنين، بين هذين الركنين على وجه الخصوص، لأنهما أجل أركان الصلاة. صلاتنا فيها قيام وركوع ورفع واعتدال وسجود ورفع وجلوس وتسليم وما فيها من الأذكار التي تقال، إلا أن ركن القيام وركن السجود أجل الأركان. فالقيام فيه كلام الله يتلى والقرآن يذكر، والسجود فيه الإخبات والاقتراب من الله جل وعلا، وهذان الركنان هما المذكوران في قوله تعالى في صفات عباد الرحمن: إذا قاموا في الليل بين يدي الله في صلاة وذكر واستغفار وإخبات، قال سبحانه وتعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. مع أنهم يصلون صلاة كاملة فيها ركوع وسجود واعتدال، إلا أن ذكر السجود والقيام على وجه الخصوص إشارة إلى هذا المعنى العظيم فيما اشتمل عليه هذان الركنان الجليلان: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فالفصل الذي وقفنا عنده ونشرع فيه الليلة إن شاء الله تعالى فيه ذكر هذا الكلام لأهل العلم في المفاضلة بين ركن القيام في الصلاة وركن السجود، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل. وقد اختلف الناس في القيام والسجود أيهما أفضل،
فرجحت طائفة القيام لوجوه، أحدها أن ذكره أفضل الأذكار، فكان ركنه أفضل الأركان، فكان ركنه أفضل الأركان. ما ذكر القيام؟ القرآن، ولهذا قال ذكره أفضل الأذكار. ما أذكارنا في الصلاة؟ قراءة القرآن في القيام، والتسبيح في الركوع، والتسميع والتحميد في الرفع منه، والتسبيح في السجود، والدعاء رب اغفر لي وارحمني كما سيأتي في الجلسة بين السجدتين، والتشهد والتحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أذكار الصلاة مع ما فيها من الأدعية وسواها كثير فيما ثبت في السنة. فإذا جمعت أذكار الصلاة من تكبيرة الإحرام إلى التسليمتين وجدت أن أفضل ذكر يذكر فيه المصلي ربه وهو قائم، لأنه يقرأ كلام الله. فأجل الذكر كلام الله، وقراءة القرآن أفضل أنواع الذكر بلا خلاف مطلقا في حال الإطلاق. قال: وجه التفضيل الأول للقيام أن ذكره أفضل الأذكار، فكان بذلك ركنه أفضل الأركان، وهذا أول الوجوه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال أهل العلم: هذا أمر من الله عز وجل بالقيام له عز وجل في الصلاة، وقوموا لله قانتين. ما معنى قانتين؟ ما القنوت؟ قوموا لله قانتين ذكر في تفسيره عدة أقوال، منها أن القنوت مطلق الطاعة وكثرتها وإدامتها، ومنها أن المقصود طول القيام. قوموا لله قانتين يعني قياما طويلا. فعلى هذا المعنى يكون هذا وجها من وجوه المفاضلة، وأن القيام أفضل، لأن الله لما أمر أمرنا بإطالة القيام، فدل على أن ركنه أفضل من غيره. ومنه أيضا أنه فسر القنوت في الآية الكريمة بالسكوت عن الكلام، لحديث زيد رضي الله عنه لما قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا الرجل إلى جنبه وهو في الصلاة، حتى نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وهذا مما يرجح به تفسير الآية لاقترانه بسبب نزول يحكيه الصحابي راوي الحديث رضي الله عنهم جميعا. فالمقصود إذن أن من وجوه التفضيل للقيام الأمر في الآية: وقوموا لله قانتين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. أفضل الصلاة طول القنوت، وبماذا فسر القنوت هاهنا؟ بالقيام لله عز وجل. فيكاد يكون هذا كالنص في المسألة، أن من أفضل ما يفعله المصلي في صلاته طول القنوت. الآن ثمرة الخلاف يا كرام ما هي؟ إذا ترجح عندك أن طول القيام أفضل، فستعمل على أن يطول قيامك وتكثر فيه من قراءة كلام الله، أو ترداد بعض الآيات والسور كما في قيام الليل، وهذا ولو قل عدد الركعات. يعني أن تصلي ركعتين طويلتين أفضل من أن تصلي 10 ركعات قصيرات. أن تصلي 4 ركعات طويلات تستمر بك ساعة من الزمان أو أكثر أفضل من أن تصلي 20 ركعة في تلك الساعة. هذه ثمرة الخلاف. إذا قلنا إن طول القيام أفضل، فيكون طول القراءة وكثرة ما يقرأ المصلي في الصلاة أفضل ولو قلت عدد الركعات، لأن طول القيام مقصود فاضل على غيره من الأركان. وإذا قلنا إن السجود أفضل، فسيكون تكثير عدد الركعات، تكثير عدد الركعات وركوعها وسجودها أفضل من طول القيام. بالعكس، فستكون الساعة التي تكفي لركعتين طويلتين يكون فيها 10 ركعات بكثرة سجودها أفضل من تقليل السجود إذا كان السجود أفضل. فهذا من ثمرة الخلاف في المسألة.
القول الأول أن طول القيام أفضل، وهذا القول يا كرام في تفضيل القيام هو الذي إليه ذهب جمهور الفقهاء حنفية ومالكية وشافعية، وهو وجه عند الحنابلة أن طول القيام أفضل من كثرة عدد الركعات، فتقليل عدد الركعات لأجل طول القيام أفضل. وهذه مسألة مناسبة لما نحن مقبلون عليه من شهر رمضان، بلغنا الله وإياكم لياليه بخير وعافية. فإذا كان المصلي يصلي إماما أو يصلي منفردا وأراد أن يختار لنفسه في صلاته أو لأهل مسجده إذا كان إماما أن يختار بين 10 ركعات أو 20 ركعة، فأيهما أفضل؟ والسنة في هذا واسعة والعدد فيها غير مقيد. فتأتي مسألتنا هذه، من يقول إن طول القيام أفضل يقال له تقليل عدد الركعات مع إطالة القراءة في القيام أفضل، ومن يرى أن السجود أفضل يقول تكثير عدد الركعات ليكثر فيها السجدات، ف20 ركعة خير من 10 لأن سجداتها ستكون أكثر، وهكذا. فإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم أن طول القيام أفضل من كثرة العدد. وأما الراجح عند المالكية وهو وجه عند الحنابلة أن الأفضل كثرة الركوع والسجود. وسيأتيك قول ثالث يشير إليه المصنف رحمه الله مما استدل به غير هذه الوجوه الثلاثة، حديث المغيرة رضي الله عنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه. ما معنى ترم؟ تتورم، تنتفخ من طول القيام. فلما يسأل ويكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك يقول أفلا أكون عبدا شكورا، فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقصد إطالة القيام وإطالة القراءة فيه، وهذا الدأب في سنته صلوات الله وسلامه عليه في قيام الليل خاصة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال الطائفة كثرة السجود أفضل. هذا القول الثاني الذي تقدمت الإشارة إليه وهو الأظهر عند المالكية ووجه عند الحنابلة. قال: واحتجت بقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذا أول الأدلة، أنه لا وقت ولا موضع أو عبادة يكون فيها العبد أقرب ما يكون من ربه أكثر من السجود. إذا أردت أن تقترب من ربك فاسجد بين يديه سبحانه. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: كلا لا تطعه واسجد واقترب. فمن سجد اقترب من الله، ولسان حاله يا رب لك سجدت ومنك اقتربت. فإذا اقتربت من ربك في سجودك فهذا موضع الدعاء لتسأل وتطلب وترفع حوائجك إلى الكريم إلى الغني الحميد سبحانه ليعطيك ما أنت سائل، ويغفر لك إذا استغفرت، ويهبك إذا استوهبت، ويعطيك إذا طلبت، فأنت ساجد بين يدي الله. قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال: فأكثر الدعاء، كما أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبحديث معدان بن أبي طلحة أنه قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت حدثني بحديث عسى الله أن ينفعني به، فقال: عليك بالسجود، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ذلك. طيب، هذا حديث ثاني وهو دليل في مسألتنا، وهو أيضا صحيح أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال: ثم لقيت أبا الدرداء فقال لي مثل ذلك. فهذان حديثان، أحدهما عن ثوبان والثاني عن أبي الدرداء رضي الله عنهما، فيه ماذا؟ فيه فضيلة السجود. هذا الحديث أو هذا الدليل يبين فضيلة من فضائل السجود،
لكنه لا يصلح أن يكون مرجحا للقيام، لأن ذكر الفضائل والمناقب ليس له مفهوم مخالفة، يعني تفضيل شيء من وجه لا يعني نقص غيره من ذلك الوجه، إنما فيه معنى كريم من معاني السجود، رفعة الدرجات وحط الخطايا. فيمكن أن يقول ففي القيام أيضا قراءة قرآن وذكر لله وتلاوة لكلام الله الذي يعطي الله به للقارئ بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فهذا وجه أيضا لا يوجد في غيره. وهكذا يقال في كل عبادة، في كل قربة لها فضلها، لها أجرها، لها ثوابها، لكن المصنف رحمه الله أوردها وجها أيضا لتفضيل كثرة السجود على طول القيام. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب الأسلمي وقد سأله مرافقته في الجنة فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود. هذا دليل ثالث، وهو أيضا من أظهر الأدلة فيما أخرج الإمام مسلم رحمه الله، أن ربيعة بن كعب الأسلمي لما قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة: سلني حاجتك، وقال: أطلب ما شئت. فقال ربيعة رضي الله عنه: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة، وهذا من توفيق الله له رضي الله عنه. فلما أعاد عليه الصلاة والسلام المسألة فقال: أو غير ذلك؟ قال: بل هو يا رسول الله. ما سأل الجنة ودخولها فقط، بل أراد أن يدخلها مرافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يحب كما أكرمه الله في الدنيا بصحبته ورفقته أن يجدها في الجنة في الآخرة كذلك. قوم يطمعون في فضل الله ورحمته ولا يكتفون بشيء من الكرامة، ونحن والله أحوج، لأننا ما ظفرنا بصحبته صلى الله عليه وسلم في الدنيا، فأملنا الوحيد في لقياه والاجتماع به والأنس برؤيته صلى الله عليه وسلم هناك في الجنة. والسبيل إلى ذلك لزوم سنته والاهتداء بهديه والتمسك بما ترك لنا صلى الله عليه وسلم، وأن نلقى الله عز وجل على ذلك. فلما سأله الصحابي كان جوابا كالكنز بالنسبة إلينا، لما قال: أسألك مرافقتك في الجنة، طيب وأنت عبد الله ألا تريد مرافقته في الجنة عليه الصلاة والسلام؟ بلى والله، فانظر كيف ساق الله لنا الكرامة بسؤال هذا الصحابي الكريم رضي الله عنه. فلما سأل أعطانا الجواب، فوجدنا المفتاح: يا كل من يريد مرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، هاك جوابا من فمه، من شفتيه صلى الله عليه وسلم. قال لربيعة رضي الله عنه: أعني على نفسك بكثرة السجود. كيف تكثر السجود؟ بإكثار الصلاة. فإذا صليت أكثر سجودك في صلاتك، لن تستطيع أن تسجد في الركعة الواحدة ثلاث وأربع وخمس سجدات، أنت لن تتجاوز سجدتين في كل ركعة. طيب فإذا أردت زيادة السجدات ماذا ستفعل؟ ستزيد في عدد الركعات. هذا وجه لتفضيل تكثير الركعات على طول القيام. فإذا كان بين يديك نصف ساعة تريد أن تقضيها قربة لله، أو إخوة لنا جاءوا مكة معتمرين، حجاجا زائرين، ولهم في مكة أيام معلومات، ويطمعون في أن يظفروا بمضاعفة الصلاة ومئة ألف صلاة وما يكتب لهم من الخيرات، فأحدهم يقول: إما أن أطيل الركعات فأصلي ركعتين أو أربعا أو ستا، أو أستطيع في الوقت نفسه أن أصلي عشرين وأربعين ركعة. فمن فضل السجود وكثرته قال هذا من أدلته: أعني على نفسك بكثرة السجود، وهو وجه ظاهر في الاستدلال لترجيح هذا القول، وهو أن كثرة السجود أفضل من طول القيام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأول سورة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة اقرأ على الأصح، وختمها بقوله: واسجد واقترب. يعني إذا كانت أول سورة أنزلت في كتاب الله، جاء فيها الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر المشتمل على فعلين: واسجد واقترب، مقترنين، دلالة على أن السجود طريق الاقتراب. ف
فمن اقترب من ربه فليكن ساجدا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما تقدم قبل قليل في حديثه صلى الله عليه وسلم عن ما يكون أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالاقتراب في السجود دليل على أن كثرة الدعاء في ذلك الموضع أفضل، فقال فأكثروا الدعاء. هذا دليل رابع لتفضيل السجود أو كثرته على كثرة عدد الركعات. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبأن السجود يقع من المخلوقات كلها، وبأن السجود لله يقع من المخلوقات كلها علويها وسفليها. هذا وجه خامس، أن السجود هو العبادة الوحيدة التي تتقرب بها المخلوقات والكائنات كلها لرب الأرض والسماوات. فما وجه التفضيل؟ وجه التفضيل أنك بهذه العبادة يعني بالسجود ستكون مشاركا لكل خلق الله في تلك العبادة، وهذا دليل تفضيل. بخلاف القيام فإنه لن يقوم لله الجمادات ولا العجماوات ولا البهائم ولا الحيوانات، لكنها تسجد لله. أو تسجد البهائم؟ أو تسجد الجمادات؟ نعم، ولذلك أدلة من أظهرها قول الحق سبحانه: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. فإذا قلت من هذا للعاقل، ولا يشمل إلا الإنس والجن في الأرض والملائكة في السماء، فإن الله قد قال: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، حتى الحيوانات والدواب. فإذا كل ذلك يسجد لله عز وجل كما تقدم في التسبيح. كل المخلوقات تسبح لرب الأرض والسماوات، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. قال تسبح له السماوات السبع والأرض، ليس المقصود الملائكة والإنس والجن، لا، السماوات ذاتها والأرضون ذاتها، لأنه قال ومن فيهن عطف عليها. فمن فيهن يعني من في السماوات ومن في الأرض، وهم المخلوقات الملائكة والإنس والجن. فدل على أن خلق الله كله يسجد لله ويسبح لله. فطوبى لعبد مسلم رزقه الله الطاعة ووفقه للهداية، فهو من المصلين لله، الساجدين بين يديه سبحانه، الساجدين طوعا، لأن من خلق الله من يسجد لله كرها كرها. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. فاحمد ربك عبد الله أنك مسلم، قادك الله إلى طاعته وألهمك التوفيق وجعلك من المصلين الركع السجود لله عز وجل. هذه والله من أجل متع الحياة. قال من وجوه التفضيل أن السجود عبادة تشاركك فيها المخلوقات كلها علويها وسفليها، والمقصود بالعلوي أهل السماء ملائكة الله عليهم السلام، وسفليها يشمل الإنس والجن ويشمل الجمادات والعجماوات وسائر المخلوقات. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبأن الساجد أذل ما يكون لربه وأخضع له، وذلك أشرف حالات العبد، ولهذا كان أقرب ما يكون من ربه في هذا الحال. طيب، لو سألتك متى يبلغ العبد عند الله منزلة رفيعة؟ الجواب: إذا ارتقى ذروة سنام العبودية لله. طيب، ومتى أكون في حال من الأحوال في أعلى درجات العبودية؟ العبودية يعني أنك عبد، وصدق العبودية الذل، كمال الذل والخضوع والانكسار والافتقار. أصدقنا عبودية لله أكثرنا ذلا بين يدي الله، وأبعدنا عن العبودية لله أكثرنا استكبارا عن الطاعة عياذا بالله. المستكبرون، المستنكفون عن عبادة الله عز وجل متكبرون على الله تعالى الله، ولذلك هم يوم القيامة يحشرون أذل ما يكون، كأمثال الذر تطأهم الخلائق يوم القيامة. هذا مصير المتكبرين على طاعة الله، المستنكفين عن عبادته، المحرومين
من لذة العبودية لله، فأكثرنا عبودية لله أصدقنا ذلا وانكسارا. قال رحمه الله: والسجود أذل ما يكون فيه العبد بين يدي ربه. ليش؟ لأنك تضع جبهتك ووجهك وأشرف ما فيك موضع قدميك، ولا تفعل هذا إلا لله عز وجل، ولا ترضى لنفسك أن تنحني لتقبل يد من لا تحترمه أو تنحني له خضوعا وذلا، لكنك لله لست تنحني فحسب، بل تضع جبهتك في الأرض موضع قدميك وتعفر وجهك في التراب، وأنت في ذاك المقام أسعد ما تكون، وقلبك أهنأ ما يكون، وأنت تسبح الله في السجود، وأنت تدعوه وترجوه وتطلبه وتسأله. هذه الكرامة حقيقة. فلما كان السجود بهذه المثابة دل على أن العبد كلما كان أذل بين يدي الله كان أقرب من الله وكان أعظم عند الله. يا كرام، مراتب العبودية عند الله يرتقي فيها العباد بصدق العبودية. انظر مثلا إلى مقام الأنبياء والرسل عليهم السلام، لما ذكرهم الله في القرآن أثنى عليهم بجملة من الأوصاف، لكنك لا تخطئك الآيات الكريمة: واذكر عبدنا. عبدنا يسميه الله ويريد وصفه بالنبوة والرسالة، ما قال نبينا ورسولنا، قال عبدنا أيوب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، عباد لله وصفهم الله بأجل أوصافهم، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم في أجل المعجزات وأشرفها وأكرمها حادثة الإسراء والمعراج، لما ذكرت في القرآن ذكرت بأجل أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الآيات الكريمة. فهذا دليل على أن السجود لله المتضمن كمال الذل والإخبات والانكسار والخضوع أجل ما يكون فيه العبد وصفا من أوصاف العبودية. فدل هذا على تفضيل وصف السجود، قال لأنه أشرف حالات العبد، ولهذا اختص السجود بأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. حتى في الدعاء يا كرام، أقربنا إجابة للدعاء إذا رفع يديه هو القلب المنكسر بين يدي الله، الباكي بين يدي الله، الخاشع الذليل الذي يرى عليه في ظاهره فضلا عما يطلع الله عليه في باطنه من معاني الانكسار والذل والخضوع والإخبات. هذا أقرب إلى الله وأقرب إلى إجابة دعاه. أما يجيب المضطر إذا دعاه، الاضطرار مرحلة وحالة يفقد فيها العبد كل أمل إلا من الله، وينقطع بين يديه كل حبل إلا حبل الله، وتغلق في وجهه كل الأبواب إلا باب الله، ويئس من كل الأسباب إلا الدعاء بين يدي الله. تلك الحالة يبلغ فيها العبد مرحلة كأنما يفتح خزائن الملك ليأخذ منها ما يشاء الله له أن يأخذ. وسر ذلك الحالة التي بلغها القلب المنكسر في تلك المرحلة الاضطرار واللجوء. فدل على أن القلب وأن العبد كلما كان أكثر انكسارا وذلا وافتقارا كان أقرب من الله وأرجى لإجابته جل في علاه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبأن السجود هو سر العبودية، فإن العبودية هي الذل والخضوع، يقال طريق معبد أي ذللته الأقدام ووطأته، وأذل ما يكون العبد وأخضع إذا كان ساجدا. هذا الوجه السابع وهو قريب من سابقه، أن السجود سر العبودية، بمعنى أنك يمكن أن تصف إنسانا بأنه يعبد شيئا إذا سجد له، أليس كذلك؟ لكنه ليس بالضرورة إذا انحنى له احتراما أو تعظيما أو جلالا أن يوصف بالعبودية، أو إذا وقف بين يدي إنسان ليس بالضرورة أن يوصف بعبوديته له، لكن متى سجد تلك عبادة. أو ما رأيت أن هدهد سليمان عليه السلام لما رجع من قوم سبأ جاء مذعورا، جاء متعجبا وهو يحكي ما وجد: إني وجدت امرأة، جئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة
تملكهم من دون الله، ماذا وصف حالهم؟ ما الذي وجده فاستكثره؟ قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. جعل السجود دلالة على كفر بالله عز وجل وإعراض، فدل على أن السجود سر العبودية، فمن سجد لشيء عبده، ومن عبد شيئا سجد له بين يديه ذلا وخضوعا. فقال: فالسجود سر العبودية، لأن العبودية إذا كانت ذلا وخضوعا فسرها السجود الذي يكون أظهر مظاهر تلك العبودية. ومنه في اللغة يقال: طريق معبد إذا ذللته الأقدام، فإذا استوى وتهيأ من كثرة المشي عليه قيل له معبد، فأخذت العبودية من معنى تذليل الشيء، وهو أظهر ما يكون في السجود. إذن هذان قولان يا كرام لأهل العلم تقدمت الإشارة إليهما. الأول أن طول القيام أفضل ولو قلت عدد الركعات وعدد السجود، والثاني عكسه أن كثرة السجود لله أفضل ولو قصر القيام وقلت قراءة القرآن فيه. بقي أن يشير المصنف إلى قول ثالث في المسألة، وهو التسوية بين هذين الركنين وعدم التفضيل بين أحد منهما، بل هما سيان. فإذا رزق العبد طولا في القيام يصاحبه طول في السجود، وإذا كان قصير القيام والقراءة كان كذلك أكثر سجودا مع قصره، ليستوي فيه الركنان في صلاته أسوة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال الطائفة: طول القيام بالليل أفضل وكثرة الركوع والسجود بالنهار أفضل. يعني لا يصح إطلاق تفضيل أحدهما على الآخر من كل وجه، بل إذا كانت صلاة الليل فأيهما أفضل؟ إذا كانت صلاة الليل فأيهما أفضل؟ طول القيام ولو قلت عدد الركعات. وإذا كانت الصلاة تطوعا بالنهار فأيهما أفضل؟ كثرة السجود وتقليل القراءة أو تقصير القيام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واحتجت هذه الطائفة بأن صلاة الليل قد خصت باسم القيام، كقوله تعالى: قم الليل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. ولهذا يقال قيام الليل ولا يقال قيام النهار. لماذا سميت صلاة الليل بقيام الليل؟ لأن القيام فيها أطول من غيره من الأركان. إذن هذا وجه للإنصاف في المسألة، بأن يقال إن كانت صلاة ليل فالأفضل فيها طول القيام، ولهذا سميت صلاة الليل قياما مع أن فيها ركوعا وسجودا وسائر الأركان، لكن لما كان ركن القيام أعظم وأكثر وأكبر سميت الصلاة كلها بالقيام. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فدل على أن القيام أظهر أوصاف الصلاة في الليل، ولهذا يقال قيام الليل ولا يقال قيام النهار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قالوا: وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما زاد في الليل على 11 ركعة أو 13 ركعة، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما زاد صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. لكن 11 ركعة كيف؟ وكم مدتها؟ الليل كله إذا قام استوعب الليل 11 ركعة، لكن فيها من الطول وفيها من طول القراءة، سواء بآية يرددها حتى يصبح صلى الله عليه وسلم، أو بآيات وسور وأجزاء متتابعة يطول فيها القيام، كما قال حذيفة رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند 100 ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة، يعني لما تجاوز 100 آية في البقرة ظن أنه سيركع إذا ختم سورة البقرة، فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، قال: يقرأ مترسلا، يعني متأنيا بهدوء، البقرة والنساء وآل عمران في ركعة. هذه 5 أجزاء، هذا سدس القرآن. يقول حذيفة رضي الله عنه: يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح،
وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. قال ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه. قال ثم رفع فقال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. بالله عليكم، هذه ركعة بقيامها وركوعها ورفعها وسجودها كم تسع من الوقت؟ هذه يمضي فيها الليل. هذه صلاته صلى الله عليه وسلم، ما يزيد في الليل على 11 ركعة، لأن بقية الليل لا تتسع لمزيد عدد من الركعات بهذا النحو من الصلاة التي كان فيها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يتلذذ بطول القيام، بطول القراءة، وهو يقرأ كلام الله، فإنه كان أهنأ لقلبه. يمتثل قوم الله عز وجل: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. فكان يستمتع صلى الله عليه وسلم بهذه التلاوة، بهذا القرآن الذي كان أعظم ما يكون أثرا في قلب وفؤاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان يصلي الركعة في بعض قيامه بالبقرة والنساء وآل عمران، كما تقدم آنفا في حديث حذيفة رضي الله عنه. وأما بالنهار فلم يحفظ عنه شيء من ذلك، بل كان يخفف السنن. وقال شيخنا رضي الله عنه، من يقصد بشيخنا؟ نعم، تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وقال شيخنا رضي الله عنه: الصواب أنهما سواء. ما هما؟ القيام والسجود. نعم. والقيام فضل بذكره وهو القراءة، والسجود فضل بهيئته، فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام، لأنها ذل وانكسار ويعني وخضوع لله ووضع للجبهة في الأرض. هيئة السجود أجل وأفضل من هيئة القيام. قال: وذكر القيام أفضل من ذكر السجود. ولا شك، لأنه تلاوة للقرآن وكلام الله لا يعادله ذكر ولا يتجاوزه فضل من الأذكار مطلقا، إلا إذا كان في خصوصية، يعني بعض الأذكار أفضل من القرآن إذا قيدت بوقتها المخصص لها. فالتسبيح في الركوع أفضل من قراءة القرآن، والتسبيح في السجود أفضل من قراءة القرآن، بل جاء النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. التلبية للمحرم حال الإحرام خير له من قراءة القرآن، لأنها ذكر مخصوص. أما عند الإطلاق فتلاوة القرآن وكلام الله لا يعدله ذكر، فضلا عن أن يكون خيرا منه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهكذا قال: وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، كما فعل في صلاة الكسوف وفي صلاة الليل، وكان إذا خفف القيام خفف الركوع والسجود، وكذلك كان يفعل في الفرض، كما قال البراء بن عازب: كان قيامه وركوعه وسجوده واعتداله قريبا من السواء، والله أعلم. نعم، هذا ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله. وقد قال أيضا في موضع آخر: وقد تنازع الناس هل الأفضل طول القيام أم كثرة الركوع والسجود أو كلاهما سواء. قال رحمه الله: على 3 أقوال، أصحها أن كليهما سواء، فإن القيام اختص بالقراءة وهي أفضل من الذكر والدعاء، والسجود نفسه أفضل من القيام. قال: فينبغي إذا طول القيام أن يطيل الركوع والسجود، وهذا هو طول القنوت الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت، رواه مسلم. قال: فإن القنوت هو إدامة العبادة، سواء كان في حال القيام أو الركوع أو السجود، كما قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، فسماه قانتا في حال سجوده. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، فجعل وصف القانت حتى في السجود. قال: كما سماه قانتا في حال قيامه.
وقال رحمه الله أيضا في موضع آخر: ومعلوم أن السجود في نفسه أفضل من القيام، ولكن ذكر القيام أفضل وهو القراءة. قال: وتحقيق الأمر أن الأفضل في الصلاة أن تكون معتدلة، فإذا أطال القيام يطيل الركوع والسجود كما كان صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل كما روى حذيفة وغيره، وهكذا كانت صلاته الفريضة وصلاة الكسوف وغيرهما، كانت صلاته معتدلة. فإن فضل مفضل إطالة القيام والركوع والسجود مع تقليل الركعات وتخفيف القيام والركوع والسجود مع تكثير الركعات، قال فهذان متقاربان. يعني سواء قلت أطيل القيام فتقل الركعات أو أخفف القيام فتكثر الركعات، قال فهذان متقاربان. طيب أنا ماذا أفعل؟ قال: وقد يكون هذا أفضل في حال، كما أنه لما صلى الضحى يوم الفتح صلى 8 ركعات يخففهن ولم يقتصر على 8 ركعات ولم يقتصر على ركعتين طويلتين. قال: وكما فعل الصحابة في قيام رمضان لما شق على المأمومين إطالة القيام فخففوا القراءة وزادوا الركعات. فالأمر في هذا يا كرام يرجع إذا كانت المسألة على أحدنا وأراد أن يصلي فماذا يختار؟ يختار أحدنا لنفسه ما هو أنفع لقلبه. فإذا وجد نفسه في قراءة القرآن منفتحا قلبه متلذذا بكلام الله فهنيئا له فليطل القيام. وإذا جد نفسه لا يحسن القراءة أو لا يحفظ من القرآن قدرا كبيرا وأراد أن يغتنم الوقت والمكان الفاضل كالمسجد الحرام أو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الوقت الفاضل كثلث الليل الأخير في أي مكان وأراد أن يغتنم الفضيلة وليس معه كثير قرآن، فلا بأس يقلل من طول القيام ويكثر من الركعات فيطول سجوده وركوعه، ويكون له أيضا من تكثير الركعات والسجدات ما يقوم مقام تقليل القيام الذي فاته بسبب ذلك. قال: فقد يكون هذا أفضل في حال وذاك أفضل في حال، وهذه من فضل الله وسعة رحمته أن يختار العبد ما هو أنفع لقلبه وأصلح لحاله وما يجد فيه أيضا بركة بعبوديته بين يدي الله عز وجل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه مكبرا غير رافع يديه. طيب، انتهى من السجود وذكر الأذكار، ويأتي الآن للركن الذي بعده وهو الرفع من السجود ليجلس بين السجدتين. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه مكبرا، يعني يرفع رأسه قائلا الله أكبر غير رافع يديه. فإذا كنت ساجدا وأردت أن ترفع رأسك مكبرا لا ترفع يديك مع هذا التكبير، فإنه لا يثبت هاهنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى التكبير مجردا عن رفع اليدين. نعم. قال: ويرتفع منه رأسه قبل يديه. نعم، السنة ارتفاع الرأس، ولا يتهيأ للمصلي إلا هذا. فإذا كنت ساجدا ورأسك ويداك وركبتاك وقدماك على الأرض، فإنك إذا رفعت اعتمدت على يديك فيرتفع منك الرأس أولا، يرتفع رأسه قبل يديه. نعم. قال: ثم يجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. الافتراش أن تجعل رجلك اليسرى فراشا لك تقعد عليها، فإذا جعلت رجلك اليسرى فراشا نصبت رجلك اليمنى، ومعنى نصبها أن تجعلها هكذا قائمة أصابعها مثنية نحو القبلة، هذه رجلك اليمنى، وأما اليسرى فقد فرشتها وجلست عليها. هذه صفة الافتراش التي هي موضع الجلوس بين السجدتين، وهذا مما لا خلاف فيه، إنما الخلاف في الجلوس التالي في التحيات في الركعة الثانية أو في الثالثة أو في الرابعة إذا كان ثمة جلوس لركعة أخيرة يسلم المصلي عقبها. أما هذا الجلوس بين السجدتين فإنه الافتراش، كما ثبت عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان يفرش رجله اليسرى
وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقب الشيطان كما أخرج الشيخان البخاري ومسلم. ودل على ذلك أيضا حديث ميمونة رضي الله عنها لما قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه، يعني جنح. ما معنى؟ نعم، باعد بين ذراعيه وجنبيه، يسميه الفقهاء التخوية أو يسمونه التجنيح لما جاء في الحديث. قال: إذا سجد خوى بيديه، قالت: حتى يرى وضح إبطيه من ورائه، حتى يرى بياض إبطيه، لأنهم كانوا يلبسون الإزار والرداء. فإذا لبس الرداء، وهو لباس المحرم اليوم، إذا لبس الرداء ففرج بين يديه، يمكن أن يرى جانبه وبياض إبطه لمن يكون خلفه. قالت رضي الله عنها: وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى. والمقصود أن هذا هو صفة جلوسه صلى الله عليه وآله وسلم في جلسته بين السجدتين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذكر النسائي عن ابن عمر أنه قال: من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى. ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع جلسة غير هذه. لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، أي موضع؟ الجلوس بين السجدتين. لم يحفظ عنه جلسة غير هذه، إشارة إلى أن الجلسة الثانية، جلسة التشهد، فيها صفة أخرى وردت، وهي التورك، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. فالتورك صفة أخرى في الجلوس، ستأتي صفتها، لكن ليس ها هنا في الجلسة بين السجدتين. ذكر المصنف رحمه الله هذه الجلسة، وبين كيف يجعل رجله اليسرى فراشا وينصب رجله اليمنى. وقد ثبت في السنة أيضا يا كرام في هذا الموضع صفة أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي جلسة الإقعاء. أحيانا كان يفعلها أحيانا، وهو قول طائفة من الفقهاء، الإمام الشافعي ورواية عن أحمد، وطائفة من السلف رجح بعض الفقهاء كالبيهقي والقاضي عياض والنووي وابن الهمام والشوكاني وعدد من الفقهاء المعاصرين. ما الإقعاء؟ أن ينصب كلتا رجليه اليمنى واليسرى مثنية أصابعها نحو القبلة، ويجلس على عقبي قدميه. قال طاووس: قلنا لابن عباس رضي الله عنهما: في الإقعاء على القدمين. قال: هي السنة. قال: فقلنا إنا لنراه جفاء بالرجل. قال: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الطبراني والبيهقي، أيضا أخرج الطبراني والبيهقي هذا الحديث، أخرجه مسلم. وعند الطبراني والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه، هذا ابن عمر، ويقول إنه من السنة. هكذا هو الأثر عند الطبراني والبيهقي. أما حديث طاووس فهو عند مسلم لما قال: إنا لنراه جفاء، قال: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وإنما يفعل هذا أحيانا، وأما الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم فهي جلسة الافتراش كما تقدم آنفا. طيب، جلس مفترشا، فرش رجله اليسرى ونصب قدمه اليمنى، أين يضع يديه وذراعيه؟ هذه المسألة الثانية في صفة الجلوس بين السجدتين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان يضع يديه على فخذيه، ويجعل حد مرفقه على فخذه، وطرف يده على ركبته، وقبض ثنتين. كان يضع يديه على فخذيه، تضع كل يد على فخذ، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى. هل تضع الكف أو الكف والذراع؟ اليد كلها من الأصابع إلى المرفق، اليد كفا وذراعا، تلصق يدك كفها وذراعها بفخذك. فإذا جلست وضعت يدك على الفخذ، فتكون بداية أصابع اليد عند الركبة. يجعل حد مرفقه على فخذه وطرف يده على ركبته،
هذه صفة الجلوس التي تضع فيها يديك. إذن تبسط ذراعيك على فخذيك، تضع اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على الفخذ اليسرى، اليسرى عند الركبة أو على الركبة. في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، قال: فقام فاستقبل القبلة، ثم ذكر القيام والركوع والرفع إلى أن قال: فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من يديه ثم جلس، فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. قال في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه: فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من يديه ثم جلس، فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، وقبض ثنتين وحلق، ورأيته يقول هكذا، وأشار بشر بالسبابة من اليمنى وحلق الإبهام والوسطى. فهذا معنى قوله قبض ثنتين وحلق. قبض ثنتين يعني يقصد الخنصرة والبنصرة، قبض ثنتين وحلق، والمقصود بالتحليق الإبهام والوسطى. ثم قال: وأشار بشر بالسبابة من اليمنى. هذا الحديث الذي ذكره عن وائل بن حجر أيضا يشهد له حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه لما قال: كنا إذا صلينا قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، أسكنوا في الصلاة، إنما يكفي أحدكم أن يضع يديه على فخذيه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه يدعو بها ويحركها، هكذا قال وائل بن حجر عنه. وأما حديث أبي داود عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، فهذه الزيادة في صحتها نظر، وقد ذكر مسلم الحديث بطوله في صحيحه عنه ولم يذكر هذه الزيادة، بل قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه. هذه مسألة تتعلق بالجلسة بين السجدتين، وكيف يجعل المصلي بيده اليمنى، هل يشير بالسبابة يحركها أو يرفعها إذا يدعو بها؟ هذه مسألة أورد فيها المصنف رحمه الله بعض الروايات مستدركا على بعضها، وفيه تفصيل نرجئه إلى مجلسنا القادم إن شاء الله تعالى، والذي سيكون في أول مجالس رمضان من أسبوعنا المقبل بعون الله تعالى. ولأن مجلس رمضان يختلف وقته، فسيكون في كل خميس من الساعة 5 عصرا إلى 6 إن شاء الله تعالى. بلغنا الله وإياكم الشهر الفضيل بمنه وكرمه، وبقية ليلتكم هذه اجعلوها عامرة بذكر الله وبالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا عليه، فمن صلى فليس يرى في عيشه الهم كلا ولا النكدا، صلى عليه مليك العرش ما غربت شمس وما صبح بعد الظلام بدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد، أزكى صلاة وأتم سلام يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا إلهي بالصلاة والسلام عليه من أصدق أمته له حبا، ومن أشدهم منه يوم القيامة قربا. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على سنته، واحشرنا غدا في زمرته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، بارك لنا فيما بقي من شعبان، وبلغنا رمضان بفضلك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام، وأعنا فيه على الصيام والقيام وصالح العمل الذي يرضيك عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا،
ومن كل بلاء عافية يا رحمن ويا رحيم يا أكرم الأكرمين. نسألك يا ربي برحمتك الواسعة رحمة من عندك ترحم بها أمواتنا وتشفي بها مرضانا يا حي يا قيوم. اللهم اكشف عنهم الضر وأنت أرحم الراحمين، وأنزل عليهم من عندك العفو والعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهد قلوبنا وأصلح أحوالنا ويسر أمورنا وتول بعنايتك شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.